النهاردة إن شاء الله مباراة هامة جدا في إطار الأسبوع أو مؤجلة من الأسبوع الـ11 للنادي الأهلي ما بين النادي الأهلي ونادي مصر المقصة. هذه المباراة ستقام بعد ساعتين من الآن في تمام الساعة 5، سيلتقي النادي الأهلي مع نادي مصر المقصة. زي ما حضراتكم عارفين، واحدة من المباريات الهامة جدا جدا جدا. الفترة اللي فاتت أو خلال الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم إن النادي الأهلي بيبني، وما زلنا بنتكلم إن النادي الأهلي بيبني فريق، وإن الفترة اللي جاية هي فترة صعبة جدا على النادي الأهلي. فاللي عايز أقوله برضو لحضراتكم في إطار هذا الموضوع، إن النادي الأهلي دايما مع البدايات بتكون هناك بعض الأمور اللي بتتصلح في شهر يناير، زي ما سمعتوا من في ملعب الأهلي امبارح واحنا بنتكلم مع حضراتكم، كلمنا وقلنا ان النادي الأهلي دايما بيقود كل الفرق حتى في شهر يناير. امبارح في شهر يناير او خلال ال 25 يوم اللي فاتوا في شهر يناير، النادي الأهلي واحدة من الانتقالات الشتوية القوية جدا 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 للنادي الأهلي. فوجئنا يعني او شفنا ان بقية الأندية كلها الحقيقة برضو راحت لهذا الاتجاه، ان كل الانديه بتدعم فرقها في شهر يناير وبمبالغ طائله وبمبالغ كبيره جدا جدا. دائما ما يقود النادي الاهلي كل الانديه حتى في هذا الموضوع، لان دائما من المعروف ان صفقات شهر يناير ما بتبقاش يعني صفقه اتنين، لان ما بتبقاش اللعيبه اللي متاحه على قد اللعيبه اللي متاحه في شهر او في الصيف في شهر 6. لكن النادي الاهلي السنه دي عمل فترة انتقالات شتوية قوية جدا جدا جدا، وبالتالي كل الأندية عملت زي ما عمل النادي الأهلي. كل الأندية قدرت إن هي ترمم من فرقها، والنادي اللي ناقص له حاجة باك رايت جابه، واللي ناقص له باك ليفت جابه، وبمبالغ كبيرة جدا جدا. لكن يظل دائما النادي الأهلي ما يقود كل الفرق حتى في فترات الانتقالات. النادي الأهلي في الصيف اللي فات ما عملش فترات انتقالات قوية جدا، لأنه كان القائمة الأفريقية هي الشيء الأساسي اللي بيشتغل عليه النادي الأهلي. في شهر يناير السنة دي الأمور اختلفت تماما، وعندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين جم النادي الأهلي وفق احتياجات الفريق. حسين الشحات، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي في وسط الملعب، محمود وحيد ناحية الشمال، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي كانوا موجودين. وطبعا رمضان صبحي الحقيقة اللي من الواضح ان هو عامل شغل جامد جدا في الماتشين اللي فاتوا، سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري في مباراه سموحه. ايضا جيرالدو هذا اللاعب الافريقي الرائع الحقيقه، اللي برضه هيفرق كتير جدا في القائمه المحليه خلال الفتره القادمه.